الثورة مستمرة على كافة المستويات. هكذا بدأ حواره مع فريق برنامج الألوان السبعة السيد عمر إدلبي، ممثل لجان التنسيق المحلية في سوريا وعضو المجلس الوطني السوري، الذي أمل في العديد من القرارات من المجتمع الدولي لإنصاف الشعب السوري وإنقاذه من جلاده. أن الاعتراف المجلس الوطني السوري سيساعد جديا في توحيد المعارضة السورية، سيساعد جديا بأن تنصب كل جهود الإغاثة في يعني في بوتقة واحدة تستطيع من خلالها التوزيع بشكل يعني منظم أكثر إلى الداخل السوري، وأيضا يعني تشكل رسالة قوية جدا للنظام بأن شرعيته أصبحت يعني أصبحت منهارة، شرعيته انتهت. هذه المسائل كلها تترتب على مجرد الاعتراف المجلس الوطني السوري. الشيء الآخر الذي نأمل أن يحققه هذا المؤتمر هو نزع الشرعية عن النظام، هو اتخاذ إجراءات حقيقية واقعية تدعم الجيش السوري الحر، وأيضا تساهم بعزل النظام دوليا، تؤمن حماية للمدنيين السوريين عبر مناطق آمنة وممرات آمنة. وسألنا السيد عمر عن نتائج المؤتمرات الأخيرة لدعم المعارضة السورية سواء في تونس أو إسطنبول وانعكاس عامل الوقت على الحل السلمي للأزمة السورية، فأفادنا أن المجلس الوطني السوري أصبح أكثر قدرة فعلا على التعامل كمؤسسة عبر الرصيد المالي الذي استطاع أن يفتتحه أخيرا، يعني بمعنى أن جهود الإغاثية أصبحت أكثر تنظيما. نأمل أن يعني الفترة القادمة ستشهد تحسن على هذا الصعيد، ولكن في الحقيقة هذه المهل التي تتاح للنظام السوري تنعكس سلبا على 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 إمكانية الوصول إلى حل سياسي، تنعكس سلبا على صعيد استقرار المنطقة، وتنعكس سلبا على صعيد خلو هذه المنطقة من تيارات متطرفة. الجيش السوري الحر يبقى هو الأمل للسوريين في ظل عناد النظام، ولا بد من تسليحه على حد قول ممثل اللجان التنسيقية المحلية في سوريا. لضرورة دعم وتسليح الجيش السوري الحر، هذه ليست يعني ليست من الأشياء التي يمكن النقاش حولها، لما لها من فوائد في الحقيقة على صعيد حماية الدولة السورية من الانهيار كدولة، وحمايتها أيضا من الانزلاق إلى حرب أهلية، بمعنى منع يعني تسليح وتنظيم الجيش السوري الحر يعني يقطع الطريق على تسليح المدنيين وعلى عدم انخراطهم في العنف المسلح في سوريا. لذلك نحن حريصون على دعم وتنظيم الجيش السوري الحر ليقوم بواجبه في حماية المدنيين والمساهمة أيضا في إسقاط نظام. برنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، إسطنبول.